أهلا وسهلا بكم أصدقائي إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات الموقع الأول. في هذه الحلقة سوف نقوم بفك الكيبورد الخاص بلابتوب إيسر رقم الموديل 4736Z 4736Z. سوف نقوم بفك الكيبورد الخاص بهذا اللابتوب، وسوف نتعرف على طريقة التفكيك واستبدال الكيبورد بآخر جديد، لأن هذا الكيبورد الذي بين أيدينا معطوب. أصدقائي، أتمنى منكم في بداية الحلقة لايك للفيديو، تعليق إن هنالك أي سؤال أو أي ملاحظة، بالإضافة إلى مشاركة الفيديو مع أصدقائكم المهتمين. بداية أصدقائي، نقوم أولا بقلب الحاسب إلى الخلف، ومن ثم نقوم بفك البطارية. نتأكد من أن القفل مفتوح، ومن هنا يوجد ضفر صغير لنزع البطارية. بعد أن قمنا بفك البطارية، نلاحظ عدة براغي يجب أن نقوم بفكها. عندنا 1، 2، 3، 4، بالإضافة إلى أن هنالك برغيين عند هذين الغطائين، سوف يعني أمر عليها جميعها وسوف تلاحظون بالفيديو. بعد أن قمت بفك الأربع براغي الموجودة هنا تحت البطارية، يوجد عندي هنا برغي تحت هذه الإسفنجة الصغيرة، ويوجد لدي أيضا برغي تحت هذه الإسفنجة الصغيرة أيضا. نلاحظ أن هذا الغطاء تم فكه، وهذا الغطاء أيضا تم فكه. الآن يوجد لدي براغي أيضا إضافية يجب فكها، ألا وهي هذين البرغيين من الأطراف وليس براغي المفصلات. ها هنا البراغي من الأطراف. بعد أن قمت بفك البراغي التي لاحظنا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، بعد أن قمت بفكها جميعا، أقوم الآن بقلب الجهاز. الآن بالنسبة لهذه الواجهة الأمامية أصبحت محررة لدي، وأستطيع الآن فكها بسهولة. أحركها قليلا للأعلى وللأسفل. بعد أن قمت بفك الغطاء أصدقائي، طبعا كما ذكرت أحاول أن أحررها بداية منها هنا، ومن ثم بالتحريك نوعا ما وبليونة يعني وبهدوء أقوم بنزعها مهلا مهلا حتى ينزع الغطاء كاملا معي كما نشاهد. الآن هذا الغطاء فك تماما، نلاحظ أن ليس له أي وصلات كهربائية نهائيا. أصبح الكيبورد بين يدي، أستطيع الآن رفعه لأنه ليس ببراغي هذا الكيبورد. أقوم بثبت
ثنيه قليلا بهذا الشكل لكي يسحب من هذا المكان ومن هذا المكان، ومن ثم أسحبه قليلا للأعلى لكي تتحرر أيضا المشابك التي هنا، ومن ثم أقوم بقلبه بهذا الشكل أو رفعه إلى الأعلى. هكذا تم يعني فك الكيبورد دون كبل الداتا الخاص به. بالنسبة لكبل الداتا الخاص به، نلاحظ وجود هنا مشابك يجب رفعها إلى الأعلى، قطعتين بلاستيكيتين تقوم بإزاحتها للأعلى، إزاحتها بهذا الشكل للأعلى كما نلاحظ. تماما، تم تحرير كبل الداتا كما نلاحظ. تمام أصدقائي، هكذا قمنا بفك الكيبورد الخاص بهذا اللابتوب الموديل ايسر اسباير 4736. طيب، طريقة تركيب الكيبورد الجديد. الآن ليس لدي الكيبورد جديد، ولكن إن أحببت أن أركب كيبورد جديد بدلا من هذا، كل ما علي هو إعادة كبل الداتا لمكانه بعد أن قمت بإعادة كبل الداتا لمكانه، أقوم بكبس هذه البلاستيكات إلى الداخل صراحة. كبل الداتا قصير نوعا ما، وبالتالي هو ملبك. حاول أن ترفع البلاستيكات ومن ثم أدخله. تمام، إذا ارفع البلاستيكات قليلا ومن ثم أدخله، ومن ثم ارجع وأضغط البلاستيكات عليه بهذا الشكل، اضغطها من ها هنا ومن ها هنا. طبعا هي بلاستيكة واحدة، تحاول أحيانا تضغطها من ها هنا فترتفع من الطرف الآخر، اضغطهم معا بعد التأكد من أن كبلة الداتا دخلت في مكانها، ومن ثم تقوم بإعادته بهذا الشكل إلى المكان الخاص به، ومن ثم طبقه إلى الأسفل. بعد أن تقوم بطبقه إلى الأسفل، تقوم بإعادة هذه القطعة كما كانت، ومن ثم تضغطها بيديك تماما بشكل كما فككناها، لكي تشبك جميع المشابك الخاصة بها بالأماكن الخاصة بها، تضغطها جميعا ومن ثم تعيد البراغي كما كانت. إذا أصدقائي، انتهينا من فك وتركيب طبعا الكيبورد الجديد ليس لدي حاليا، من فك الكيبورد القديم وتركيب الكيبورد الجديد لاحقا. شكرا لكم أصدقائي، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة من حلقات الموقع الأول. نقوم الآن أصدقائي بتركيب الكيبورد الجديد، والطريقة على الشكل التالي. بداية أصدقائي، كما تكلمنا يوجد لدينا الفلاتة التي موجودة معنا، وهي نفس الفلاتة الموجودة بالكيبورد السابق. طبعا نتأكد من شكل الفلاتة في الكيبورد الجديد كما هي في الكيبورد القديم. فنلاحظ أنها بنفس الشكل تماما، بنفس الشكل تماما. تمام، كما ذكرنا أصدقائي يوجد ها هنا ظفرين، نقوم بسحبهما للأعلى ثم نضع الكيبورد الجديد وندخل الفلاتة في المكان المناسب لها. وضع الفلاتة سوف يكون من فوق الطبقة البلاستيكية السوداء. يوجد طبقة بلاستيكية هي صاحبة الضفرين ها هنا، وهو الطبقة هذين الضفرين متصلين ببعضهما بمشط بلاستيكي كامل. هذه الفلاتة سوف تكون من الأعلى، نسحب الضفرين للنهاية ومن ثم ندخلها 100%. الآن هي دخلت صحيحة بالكامل،
ثم نضغط هذين الضفرين عليها الآن أصبحت متصلة بالشكل الصحيح. الآن أقوم بوضع الكيبورد كما كان بهذا الشكل، أدخله في مساراته الصحيحة، الثقوب الموجودة التي سوف تدخل بها هذه النتوءات، أضغط عليه يمينا وشمالا. الآن أصبح جاهز بالكامل. أعيد هذا الغطاء لمكانه الصحيح. يوجد له نتوءات يجب أن تنتبه إلى ضغطها. أصبح الغطاء بالكامل مضغوط بكل نتوءاته ومثبت بالشكل 100%. الآن نقوم بقلب الجهاز إلى الطرف الآخر، ونقوم الآن بإعادة البراغي إلى أماكنها الصحيحة.